المشاهدون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله. سيظل الكتاب أبدا منجم المعرفة رغم تنوع وسائل نشر الثقافة التي أصبحت متاحة وفي متناول الجميع بفضل التقدم العلمي، وهذا يضمن للكتاب التفرد والبقاء على رأس أجهزة نشر الثقافة والمعرفة باعتباره الأكثر أثرا وتأثيرا. ويعد الكتاب عالميا وسيلة التثقيف الأولى ووعاءها الذي ينهل منه الراغبون في الاستزادة من العلم والمعرفة في مختلف الحقول والفضاءات. وفي ظل تسارع التطور الحاصل في عالم الاتصال، ثمة من يخشى على دور الكتاب، وإذا ما شكل تطور وسائل الاتصال خطرا يهدد مكانة الكتاب، حين ذاك ستكون هناك مخاطر حقيقية وانعكاسات سلبية على القراءة عموما. هذه الحلقة من بيت للكل نناقش فيها مكانة الكتاب ودوره في تحصين الوعي من الخطاب النقيض إلى جانب نشر الثقافة على نطاق واسع، وما هو دور معارض الكتاب التي دأبت على تنظيمها وزارات الاختصاص في دولنا العربية كتقليد ثقافي ذات بعد رزين. ومنذ أسابيع احتفى الفلسطينيون باختتام فعاليات معرض الكتاب في دورته 13 والتي تمت بمشاركة عديد دور النشر العربية والمحلية، وشهدت اهتماماً ملفتاً من مختلف وسائل الإعلام العربية والمحلية والعالمية. مساء الخير من معرض عمان الدولي للكتاب، وهو الحدث الأبرز ثقافياً على مستوى الشرق الأوسط ودول العربية، وأيضاً لدينا في الأردن في شهر أيلول من كل عام. هذا المعرض اللي إحنا موجودين فيه الآن يضم مشاركة 22 دولة من مختلف دول العالم و400 دار نشر أيضاً. سنتجول في أروقته، وسيكون لنا لقاء أيضاً للحديث عن ما هي الفرص التي يقدمها هذا المعرض لدور النشر العالمية والعربية وأيضاً للمثقفين العرب. بالتأكيد زميلتي لانا، بالتأكيد هذا الموضوع هو الأهم. معارض الكتاب التي حصلت في الآونة الأخيرة في العراق وأيضا في الأردن وفي باقي البلدان العربية، أتفق تماما بأن قلة القراءات الورقية اليوم متواجدة في كل البلدان العربية، التشابه بالنسبة للقارئ العربي، لكن اليوم مساحة القراءات الإلكترونية هي التي أخذت المجال الأوسع في قضية القراءات، وهذا نشاهد حتى في معارض الكتاب في الآونة الأخيرة. من يرتاد معارض الكتاب المتواجدة في البلدان العربية، أما توقيع كتاب أو ندوة ثقافية أو كل هذه الأمور التي تخص القراءات، قلة المبيعات في الآونة الأخيرة، حتى في الإحصائيات الأخيرة التي حدثت في العراق والأردن وفلسطين ومصر، لاحظنا ارتياد كبير للقارئ العربي في هذه الأماكن، لكن قلة شراء الكتاب أو الكتب الورقية. حقيقة في هذه الحلقة تغيب عنا زميلتنا شافكي بسبب ظرف خاص، إن شاء الله تكون معنا في الحلقات القادمة من برنامجنا العربي بيت للكل. القراءة والقراء والكتابة ودور النشر وكل هذه الأمور نتناولها في حلقتنا لهذا اليوم، لكن نذهب إلى هذا التقرير من مصر وبعدها نكون متواصلين.